نحن سعداء لأن نكون في مصر ويتم استضافة الحدث في مصر لأول مرة. مصر لديها تاريخ عريق في كرة السلة وجمهور ولاعبون يملأهم الشغف، وفي إفريقيا نحن نرغب في مد أنشطتنا هنا في القاهرة. مصر من الدول التي نرغب في بناء علاقات قوية معها، وفي بداية العام في شهر أبريل أقمنا دوري أبطال إفريقيا ومجموعة النيل، وقمنا بتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الشباب والرياضة لتقوية نظام كرة السلة في مصر. نحن سعداء لإقامة كرة سلة بلا حدود في مصر حتى نستمر في تقوية العلاقات المتنامية التي لدينا مع مصر. نحن سعداء للغاية. أحد العناصر الهامة الخاصة بكرة السلة بلا حدود أننا نأتي بخبرة الـ NBA من حيث المدربين واللاعبين للتفاعل مع المتواجدين في المعسكر لنساعدهم على تنمية مهاراتهم. وهذا العام نحن فخورون أن يكون لدينا 5 من المدربين الكبار، وهم أكبر عدد نأتي به، وأعتقد أن لدينا الكثير من اللاعبين هنا أيضا. إنه شيء عظيم، وأنا سعيد أن أعود مرة أخرى إلى القاهرة مع كرة سلة بلا حدود، وأنا سعيد أن أدرب هؤلاء اللاعبين الصغار عبر الأيام القليلة القادمة. ولم أتي إلى القاهرة منذ كنت في سن 15 عاما، ولكن أحب مصر ولدي ذكريات كثيرة هنا، وأنا سعيد أن أعود مرة أخرى. عندما كنت هنا في السابق كنت في الكلية الأمريكية بالقاهرة بالمعادي، وكنت ألعب مع فريق كرة السلة في المدرسة. كنا نلعب مع باقي الفرق مثل الزمالك والجزيرة والمعادي. لم يكن هناك صالة في جميع أنحاء البلاد، كنا نلعب في الخارج، ولكن أنا هنا الآن وهناك صالة رائعة، وكرة السلة تقدمت بشكل ملحوظ. في الماضي لم يكن هناك الكثيرون الذين يلعبون كرة السلة، ولكن الآن اللعبة أصبحت أكثر شعبية. إنها فرصة عظيمة للاعبين الصغار، ليس فقط للتعلم والنمو، ولكن أيضا أن يتم تدريبهم، وهو مناخ تعليمي هائل للجميع للتعلم والتدريب، وأن يكونوا جزءا من حدث خاص. أعتقد أنه من المهم أن تكون كرة السلة بلا حدود هنا. بالنسبة لاتحاد كرة السلة المحلي إنه مهم للغاية، ونحن نعرف كيف يعمل الاتحاد، وهي تجربة هامة وثرية لهم. وبالنسبة لي فإن لديهم مواهب هنا في إفريقيا، وهذا مهم للغاية بالنسبة لتنمية مهاراتهم ولكرة السلة الإفريقية. مع الـ NBA والاتحاد الإفريقي نحن نحاول أن نبني نظم ونرسي قواعد، وأهم عنصر في القاعدة هم الشباب. لهذا نحن يجب أن نعمل على تنمية قاعدة الشباب، ونحن نقارن النظام بالهرم، وعلى رأس الهرم الكبار، ويجب أن نعمل على دعم القاعدة. أريد أن أهنئ اتحاد كرة السلة وجمهورية مصر العربية على استضافة الحدث. هذه ليست المرة الأولى لنا هنا، ونحن هنا لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، ونحن سعداء لإقامة كرة سلة بلا حدود. نحن نؤمن بأهمية الجيل المستقبلي من لاعبي كرة السلة في إفريقيا تحت 18 عاما، ونحن نريد أن نركز عليهم ونقوم بتعليمهم وتدريبهم، لأنه كما نقول الرياضة لها القدرة على تغيير العالم وتغيير المجتمع. هو السنة دي الحمد لله سنة مميزة في التنظيمات. استضافنا بطولة العالم للأندية في فبراير، وبعدين كان تنظيم الباسكتبول أفريكا ليج بطولة الأندية الأفريقية في شهر 4، وبعدين النهاردة BWB باسكتبول ويزاوت بوردرز. ده أول مرة يتعمل في شمال أفريقيا أو مصر. هو المعسكر باختصار بيضم أبرز المواهب الشابة في أفريقيا. احنا النهاردة بنتكلم حوالي 64 لاعب ولاعبة عندنا. الحمد لله 7 من عندنا من مصر، 4 أولاد و3 بنات. 7 مميزين جدا، وفي غيرهم بس هو العدد للأسف يعني. المعسكر بيبقى 4 أيام تمرينات مع أهم المدربين. يمكن المدربين اللي موجودين النهاردة ما حصلتش قبل كده في تاريخ البي دبليو بي، إن 5 مدربين من الام بي ايه، أبرزهم طبعا ستيف كير وبيلبس. ستيف كير مدرب جولدن ستيت ووريرز،
هو اتعلم في مصر على فكرة، فحب يجي موجود، فالولاد بيتمرنوا. والمهم ان العيون كلها بتراقبهم وتتابعهم، فبيتحطوا على الرادار يعني، الناس بتتابعهم وتشوف لو فيهم حد مميز. ولعيبه قبل كده كتير من المعسكر ده طلعت للان بي اي. انا شايف الايفنت يعني حلو قوي، وكمان المكان بتاع اتصالات حسن مصطفى مستضيفانا استضاف حلو جدا، وشايف يعني لسه هنتمرن اكتر مش عارف ايه، وكمان المدربين جايين من الان بي اي والمدربين واللعيبه، فدي طبعا خبره لينا وكمان شرف كبير لمصر طبعا اللي يحصل الاستضافه ده في البي دبليو بي اللي هنا. طبعا لازم في الفتره اللي جايه احنا كجونيورز محتاجين ان احنا يعني ناخد اكتر اكسبيرينس ممكنه من الان بي اي بلايرز والكوتشز اللي موجودين، علشان هم جايين هنا عشان يفيدونا ويساعدونا، فاحنا لازم على قد ما نقدر ناخد اقصى حد ممكن من الاكسبيرينس. فاهم قصدي؟ طبعا هي تجربه حلوه قوي ان انا ادخلها وانا سني اصغر منهم، وانا شايفه ان الصراحه الاورجنايزيشن حلو قوي، وبجد هم كل حاجه متظبطه، والايفنت حلو اكتر ما انا كنت متخيله، وانا صراحه عمري ما شاركت في حاجه كده، واكيد هي هتبقى تجربه حلوه وهطلع منها بفايده.